هنا قبالة سواحل ستورا بمدينة روسيكادا تقع جزيرة سيريجينا، قطعة ساحرة مربعة الشكل تقريبا، وتتربع على مساحة قابلة للاستغلال السياحي والفندقي. استوطنها الرومان والفينيقيون في وقت سابق، ولكن لا تستوطنها اليوم سوى النوارس بسبب سوء استغلال هذا الفضاء من قبل السلطات. نحكي على هاي السيريجينا، ماذا أرى؟ أنا أرى سيريجينا من المفروض جميع القوارب حوالي 200 قارب كلها موجودة. كيف ينزل الواحد يربط القارب نتاعه وينزل؟ سهل، يضع أشياء باش يربط القوارب نتاعنا ونهبطوا. سيريجينا شاغرة، واحد ما يقدر يرتاح فيها. وبأخص بالذكر هذه الجزيرة المسمى بجزيرة سيريجينا، يعني أنا كمواطن سوكيكيدي أسمع بها فقط، يعني من قبل عندما كنت صغيرا يقولون جزيرة سيريجينا، وهذه أول مرة لي في حياتي بعد 30 سنة أول مرة أزور هذه المنطقة، واكتشفت حقا رغم أني من أبناء سكيلا، يعني أول مرة في حياتي بعد أكثر من 30 سنة أزور هذه المنطقة، هذه الجزيرة يعني في الحقيقة هي ساحرة جدا. منذ سنتين أغلقت المصالح المختصة الأبواب في وجه الحركة السياحية نحو هذه الجزيرة، وأعلنت أشغال ترميم وصيانة بأسوارها، لكنها لم تنطلق بعد. يعني حبذا في المستقبل لو تستغل هذه المناطق سياحيا، يكون ذلك باستغلال يعني استعمال نقل البحر. ينقص فقط أن يكون هناك احتواء من طرف السلطات من أجل النهوض بهذا القطاع الحساس والمهم جدا. يزخر الساحل السكيكدي بالكثير من المكنونات والفضاءات الطبيعية الخلابة والساحرة، ولكنها تبقى تواجه الإهمال المفرط الذي لا يخدم السياحة ولا سواح المدينة.